سلام الله عليكم وأهلا بكم ضمن موعدنا المشهد المغاربي. في إطار زيادات قانون المالية لسنة 2018 تشهد تونس اضطرابات وغضب الشارع لانعكاسات هذا القانون المباشرة على ارتفاع الأسعار وإنهاك القدرة الشرائية للمواطنين. واستمرت الاحتجاجات في تونس، هذه الاحتجاجات الشعبية، وتعددت المدن وتخللتها أعمال تخريب وأعمال شغب أثارت الرأي العام المحلي وحتى الوطني. نتابع هذا التقرير لناصر شريف. تحولت الاحتجاجات الشعبية في تونس إلى عملية نهب وتخريب للممتلكات والمؤسسات والمنشآت العمومية والمحلات الخاصة أيضا، مما أثار موجة غضب لدى الكثير من الأحزاب والجمعيات والمنظمات المؤيدة والمؤطرة للاحتجاجات السلمية المطالبة بإلغاء قانون المالية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وحفظ كرامتهم. هما يقرا بعض السكريشن ما ساعد في أرضك هو زاد هكاك فما لوجيك زاد كيفاش راح نروح ديك تاخذ كيفاش مروحين نمشي صبيح لاباس علينا نقعد ديري خايبه غاز وحاله حليله عليه شوفوا لهم حل. الحكومة والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني أجمعت على مشروعية الاحتجاج السلمي الذي يعد حقا دستوريا واستنكار أعمال العنف والتخريب ودعوة الجميع إلى مباشرة حوار اجتماعي بين مكونات الطيف السياسي في تونس لإخراج البلاد من عنق الزجاجة وتفويت الفرصة على كل المتربصين الساعين إلى استغلال هذا الحراك الاجتماعي وتوظيفه لأغراض سياسوية لا علاقة لها بمطالب حركة فاش نستناو، أي ماذا ننتظر الاحتجاجية؟ وكانت وفاة أحد المتظاهرين غربي العاصمة تونس عقب مواجهات بين المحتجين وقوة الأمن قد أججت موجة الغضب ووسعت رقعتها ووضعت الحكومة في قفص الاتهام بتعمد قتل الضحية، غير أن وزارة الداخلية نفت ذلك مؤكدة أن المرحوم مريض يعاني من ضيق التنفس وقد توفي اختناقا بسبب الغاز المثير للدموع بدليل أن جثته لا تحمل أي آثار عنف مورس عليه كما أكدت تقارير الطب الشرعي. وهم حاطينه اليوم مات، عنده ضيق نفس وعنده اضطرابات نفسيه وعنده مرض مزمن وفي السبيطار معناتها هزوه ميت وكل شيء والطبيب اللي في السبيطار عمل تقرير اللي هو لا عنده لا خبش لا عنده حتى شيء واللي هو عنده المرض هذا. انا هو المريض، انا ديابيتيك، انا اللي رقدت في السبيطار، الدوسي نتاعي حطوه باسمه هو، ما نعرف الحاكم هو اللي وقفه واللي قال له انت باش تحكي هكا وتعمل هكا، فهمتوا يحبوا يضيعونا حقهم. وحاولت الحكومة تهدئة المحتجين بالتأكيد أن ترتيبات قانون المالية لا تتضمن رفع أسعار المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع وأن الضرائب لا تطال المنتجات الغذائية وبأن القانون يهدف إلى تعزيز مؤشرات النمو بما يتيح الحكومة توفير وظائف عمل إضافية. فقد دعا رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى الهدوء ووعد بأن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد سيتحسن في غضون هذا العام الذي سيكون آخر الأعوام الصعبة في تونس كما قال. صار البارح في الليل، أنا كنت قلت ماهوش احتجاجات، اللي صار البارح في الليل صار كسر ونهب وسرقة واعتداء على حقوق التونسيين، معناها ما نجمو كان تبقى عليهم القانون والأطراف اللي وراه. مسألة غلاء الأسعار هذه فما تهويل في العملية، تونس تمر بصعوبات ما قلناش لا، ولكن ديما نقول فما بوادر إيجابية، الأمور ستتحسن. قلت إن شاء الله 2018 يكون آخر عام صعيب وآخر ميزانية صعيبة لأنه فما مؤشرات حقيقية نشوفوا فيها في الاقتصاد التونسي قاعدة تتحرك. مؤكدا أن الاحتجاجات أمر مقبول لكن العنف والشغب لا يمكن القبول بهما. الفعاليات المنظمة للاحتجاجات توعدت الحكومة بالمضي قدما بالاحتجاج الشعبي وتوسيع نطاقه حتى إسقاط قانون المالية الذي وصفته بالجائر وغير العادل الذي يستهدف التونسيين في قوتهم ويزيد من معاناتهم، ودعت التونسيين إلى مواصلة نضالهم لإرغام الحكومة على الاستجابة لمطالبهم. مرحبا بكم مشاهدين مجددا، شكرا لكم أنتم الذين التحقتم بنا اللحظة. هذا المشهد المغاربي يتعرض للزيادات في الأسعار بالنسبة لقانون المالية لسنة 2018 بتونس والاحتجاجات التي ترتبت عليه في كثير من المدن التونسية. لمناقشة هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ أحمد بن عمر، عضو المكتب السياسي في حركة النهضة التونسية. مرحبا بك أستاذ أحمد، شكرا على تلبية الدعوة. وينضم إلينا أيضا من تونس وعن طريق خدمة سكايب شمس الدين النكاز اللي هو كاتب صحفي من تونس. مرحبا بك سي شمس الدين.
مرحبا بك ومرحبا بكل مشاهدي قناة المغاربية في كل مكان. شكرا شمس الدين على التحاقك بنا. مباشرة نبدأ مع الأستاذ أحمد بن عمر. زيادات في الأسعار وصفتها أطراف في الحكومة بأنها تهويلية، يعني ليست بتلك الزيادات التي يمكن أن تثير كل هذه الفوضى وكل هذا الشغب. في المقابل يتحدث الشارع التونسي عن زيادات مجحفة وعن إنهاك مقصود للقدرة الشرائية للمواطن في تونس. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في الحقيقة الأحداث التي تمت الآن صحيح أنها انطلقت من أو ارتكزت على التصويت على الميزانية وما خرج عليها من أخبار بعد ذلك في الزيادات التي أقرتها الميزانية، ولكن في الحقيقة الميزانية لم تقر يعني زيادات في المواد الأساسية. ربما الفصل الذي أثار كثيرا من اللغط اللي هو 39 اللي يتعلق بالزيادة في TVA، يعني في الضريبة على القيمة المضافة. نعم، يعني 1% ليس هو الذي تسبب في هذه الزيادات. هذه الأزمة تعود الحقيقة إلى سنوات خلت. هناك يعني لو تسمح أزمة هيكلية يعني سابقة والتي أدت إلى الثورة، إلى مقاومة النظام السابق، يتعلق خاصة بالخلل الجهوي إذا صح، يعني بين جهات البلاد خاصة غربها وشرقها، وهناك إجحاف يعني بعدد أو بأوضاع يعني اجتماعية ويعني بشكل واضح في بين، يعني أردت أن أقول أنه ما حدث ليس وليد اليوم. ما حدث اليوم أو ما نتحدث عنه اليوم هو تراكم لعدة أزمات. إذا نرجع نحن إلى 2011 وما بعدها، يعني جزء كبير من هذه التراكمات جاءت بفعل الذين أصبحوا فيما بعد في الحكم أو أصبحوا الآن ربما شركانا ربما في الحكم و بأطراف من المعارضة. هل ينطبق من هذا على على فترة حكم حركة النهضة؟ أنا أقول لك، أنا أوضح، أقول أنه هذه الأعمال التي كانت في تلك الفترة يعني في 2011 وما بعدها والتي لم تستسغ وجود الترويكا أو النهضة بالأساس في الحكم، قامت بكل ما في وسعها لعرقلة أي نشاط اقتصادي أو استثمار أو نمو إلى آخره. ونعرف يعني ممكن أن نرجع للأحداث بالتفصيل إذا أردت، ولكن نعرف ماذا حدث بعد ذلك لتركيع طيب الاقتصاد في البلاد. طيب لم يكن هناك استثمار. نعم، لم يكن هناك استثمار. وقفت التصدير لعدة مواد وبالأساس في الفوسفات. يعني هناك كثير من المعامل التي أغلقت بسبب الإضرابات المتتالية. هذه تراكمت مع بعضها وأدت اليوم، لأنه كما يقول بالمثل التونسي، وخر وخر ظهر البهيم وفاء، يعني ظهر البهيم انتهى، لا يمكن أن نوخر أكثر من بقى، لابد من اتخاذ إجراءات. هذه الإجراءات ربما سنتحدث عن هذه الإجراءات أستاذ أحمد بن عمر، سنتحدث عنها لأننا الآن في سياق قراءة عامة لمشهد واضح. نعم، على انعكاسات زيادة الأسعار. أستاذ شمس الدين نجاز كصحفي، كيف تقرأ هذه الأحداث؟ هل هذه القراءة التي استمعنا إليها للأستاذ أحمد بن عمر وهي قراءة استرسالية لتراكمات الفشل الاقتصادي المتتالي يمكن أن تفسر هذه الأحداث؟ حقيقة قراءة ضيفك هي قراءة حكومية، هي قراءة لطرف رسمي مشارك في هذه الأزمة. عندما يتحدث ضيفك عن عدد من التراكمات ويتهرب عن الإجابة أن حركة النهضة تتحمل مسؤولية ما يحدث من تردي في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ولا يعترف بأن ترويكا كانت سبباً في ما وصلت إليه هذه الأمور، لا يمكن معالجة هذه الأوضاع. كل الأطراف في تونس تتحمل المسؤولية بدون استثناء، كل الحكومات التي جاءت بعد ثورة الرابع عشر. وهذا ما قاله الضيف أحمد بن عمر أيضا، هو لم ينفي ولم يخلي مسؤولية عبور الترويكا أو النهضة في القيادة. تفضل. هو تهرب عن الإجابة، لكن نحن لسنا في سياق الرد، نحن
في سياق التحليل. الأوضاع الاقتصادية في تونس نتيجة تراكمات حكومات عديدة جاءت بها ثورة 14 من يناير. هنالك فشل في الاستراتيجيات الموضوعة، هنالك فشل في التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، هنالك فشل في السيناريوهات البديلة. الحكومات التي جاءت بعد الثورة هي تضع سيناريو ولا تضع سيناريو بديل، يعني هي تضع مخطط تنموي ومخطط للعمل على تنمية المناطق وترفيع في نسبة النمو خلال السنوات التي ستعقب قانون المالية، ولكنها تفشل في تحقيقها. السؤال: لماذا كل هذه الحكومات فشلت في تحقيق ما هدفت إليه وما وضعت خططها؟ لأنها لم تمتلك استراتيجية بديلة. عندما نتحدث عن نسبة نمو 3% و4% ونحن لا نستند إلى الواقع ولا نستند إلى ما تسخر به بلادنا، ثم نتفاجأ في آخر السنة بأن نسبة النمو لم تتجاوز 1% أو نسبة النمو لم تتجاوز 2%، هذا خطأ. والخطأ عندما يتراكم وعندما يتكرر فهذا هو المثير للاستغراب. كيف لهذه الحكومات وكيف لوزراء المالية المتعاقبين أن يفشلوا في وضع خطط للتنمية البلاد جميل والرفع من جميل جدا. طيب طيب هذا طيب ابقى معنا أستاذ شمس الدين النجاز. تكررت أستاذ أحمد بن عمر كلمة فشل كثيرا في كلام وحديث أستاذنا الصحفي، وقال فشلت الحكومات، فشل اقتصادي، فشل في وضع خطة. كيف يمكن أن نقرأ كلمة فشل هنا؟ يعني هناك إقرار بأنه هناك فشل لا شك معناها، و يعني كيف أبين كيف يفشل مخطط اقتصادي معين. أنا أردت أن أبين أنه هناك يعني عقبات كثيرة وقعت وحدثت بإرادة الكثير من الأطراف السياسية والاجتماعية لإفشال التجربة الديمقراطية التي أفرزت يعني مشهد سياسي جديد على رأسه إذا صح في وقت من الأوقات النهضة. هل يفهم من هذا الكلام أن هذا هناك مؤامرة؟ يعني سميها أنت مؤامرة، أنا أقول أن هؤلاء الذين لم يستسيغوا أن تكون حركة النهضة في المشهد السياسي وتزعمت إذا صح القول يعني هذا المشهد بعد 2011 وتغيرت الخريطة بعد 2014، ولكن تغيرت يعني في مشهدها، ولكن أبقت تقريبا نفس التركيبة. يعني حركة النهضة، وأنا هنا أتحدث عن حركة النهضة بالذات، يعني في هذا المشهد كحركة لها حضورها ولها يعني، وهي رقم صعب إذا صح في الحياة السياسية إذا أردت بين ظفرين، يعني هؤلاء فعلوا ما فعلوا لإفشال هذه التجربة ولإفشال بالتالي يعني كما يقولوا في تونس النقطة الحساسة ما هي؟ هو الوضع الاقتصادي، هو تهرئة الوضع الاقتصادي والقدرة الشرائية للمواطن حتى يعني تستفزه هذه الأوضاع. هذا أخر جملة الإصلاحات التي الناس بقيت يعني الطبقة السياسية بقيت يعني منكبة على حل الوضع السياسي الذي تطور في الحقيقة. يعني نحن الآن بينما كنا وما أصبحنا هناك تطور في المشهد السياسي في الحياة السياسية، هناك فشل في المجال التنموي، هناك فشل في أو على الأقل هناك تقصير في المسار الاقتصادي، ولكن على المسار السياسي تحقق الكثير. تحقق نعم الدستور نعم، هذا تحققت الحريات، هذا تحقق هذا المجتمع مدني الآن له الحق ما لا يمكن أن أن يقوله نعم، وهذا يحسدنا عليه هذا الخارج. ما لا يمكن أن ينكره أي تونسي على كل حال. نعم أستاذ سنواصل في لأنك أعطيتني أيضا كررت كلمة فشل، ولكن من الطبيعي أن نطلق بشكل سطحي وغير معمق بشكل غير علمي كلمة فشل على مخطط اقتصادي ما نتيجة لنتائجه الواضحة، ولكن دعنا نطرح السؤال على ضيفتنا الأستاذة جنات بن عبد الله الإعلامية والمتخصصة في الاقتصاد والتجارة. جنات مرحبا بك. كيف يمكن أن نصف مخطط اقتصادي معين، خطوة اقتصادية معينة بأنها فاشلة؟ إلى ما يمكن أن نعود حتى نصل إلى هذا الحكم القاسي؟
نعم مساء الخير ومرحبا بك وكل ضيوفك وجميع المشاهدين. حقيقة السؤال صعب الإجابة عنه باعتبار عامل الوقت. نعم، وبالتالي لكل مخطط الصوت هناك يعني رجل الصدى. عفوا. نعم تفضلي. نعم نحن نسمعك جيدا. طيب طيب، بالنسبة لحصيلة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والمالي للبلاد بقطع النظر عن الأحزاب السياسية التي اتضح اليوم هذه الهوة الكبيرة بين المعطى السياسي والمعطى الاقتصادي، ولو أني لدي عديد التحفظات بمجال تقييم المجال السياسي وحصيلته، ولكن سأتكلم على المجال الاقتصادي الذي يمكن تقييمه تقييما كميا وليس نوعيا. ما وصلنا إليه اليوم في كل المؤشرات المالية والاقتصادية كلها مؤشرات وصلنا إلى أرقام قياسية سلبية لم يسجلها يعني المجال الاقتصادي في تونس منذ الاستقلال إلى اليوم. ما الذي تغير أستاذة جنات؟ ما الذي تغير حتى نصل إلى هذه النتائج؟ ما الذي تغير؟ هل ربما هل ربما نقص الأداء الفردي للعامل أو للمنتج الوطني الخام في تونس؟ هل اهترأت موارد الدولة التونسية؟ نعم، هذا هو السؤال الذي يجب طرحه. ما الذي تغير منذ 14 جانفي 2011 إلى اليوم؟ نعم سيدي الكريم، لم يتغير شيء، وهنا العقدة. جاءت الثورة وكانت هناك رفض كل التونسيين للنظام القائم باعتبار النتائج خاصة على المستوى الاقتصادي. على المستوى السيادي هو نظام ديكتاتوري استبدادي، يعني هناك اتفاق فيه، ولكن ما دفع الشعب التونسي وشريحة الشباب إلى الانتفاضة وإلى الإطاحة بهذا النظام هي البطالة، هو الفقر، هو التهميش، هو التفاوت التنموي الجهوي، هو الجهل، هو كل هذا. وكنا ننتظر يعني بعد الثورة أن تتم مراجعة السياسات والاتفاقيات من أجل تصحيح المسار وإرساء منوال تنموي جديد يقوم على احترام تحقيقات الثورة والأولويات التنموية المتمثلة في توفير أو خلق مواطن الشغل، تدعيم النسيج الصناعي، تدعيم القطاع الفلاحي، تدعيم وتنظيم قطاع الخدمات ودعم الاستثمار وتوفير مناخ استثمار ملائم على مساعدة تونس على الاندماج في الاقتصاد العالمي. ولكن ما الذي حدث؟ كل الحكومات التي جاءت بعد الثورة ثبتت تلك الخيارات الفاشلة، وهنا يمكن أن نستعمل كلمة فاشل. وما بني على فشل فإن نتائجه فاشلة. أظن أنني كنت واضحة. يبدو لي أبقي معنا الأستاذة جنات. يبدو لي أن الأستاذة جنات اختصرت العملية في الحكومات، ربما كأنما الأمر يتعلق فقط من الرابع جانفي وإلى يومنا هذا. هل يمكن أن نساير هذا الطرح؟ لا، أنا بينت أن هناك إخلالات سابقة أضيفت لها تراكمات أخرى. يعني الأزمة الذي تسبب في زيادة الأسعار ما هو؟ هو معناها انزلاق الدينار التونسي. يعني فقد الدينار تقريبا 25% من قيمته. اليوم تقريبا الدينار يولي 3 أورو، الأورو يولي 3 دينارات في تونس. وهذا ما ماذا يعني؟ يعني أن هناك كل المواد المستوردة أصبحت يعني ذات قيمة أعلى. طبعا أعلى، فهذا بالطبع ينضاف إلى المواد التي تستهلك. يعني أنت عندما تستورد البترول وتستورد عديد من المواد التي نسمع عملية أو غيرها، يعني هذا ماذا سيحدث؟ سيحدث أنه سينعكس هذا على الأثمان،
وهذا بالتالي سينعكس كذلك على القدرة الشرائية للمواطن، رغم أن هناك زيادات في هذه الأجور، ولكن هذه الزيادات في الأخير يعني كما يقولوا بالتونسي يزيد الماء يزيد الدقيق، يعني هي في الأخير ستؤدي إلى تضخم، واليوم احنا في تقريبا نسبة 6.5% في هذا التضخم. ومعالجة مثل هذه الأوضاع لا يأتي إلا بالتصدير، والتصدير في عدة مواد مثل الفوسفات بالأساس وقع يعني تعطيله إلى بشكل كبير، السياحة طبعا في وضع يعني مزري، اللي ربما الناتج الوحيد أو المنتوج اللي ربما الآن في تونس كزيت الزيتون أو التمور اللي هي ربما أفادت إلى حد ما الميزان التجاري في 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 لا أقول يعني معناتها تضييق على هذا العجز التجاري، ولكن على الأقل التخفيف شيئا ما من هذا الإخلال التجاري الموجود. وطبعا لا يمكن يتم كل هذا إلا إذا كانش لم يكن هناك استثمار، لأنه إيجاد يعني مواقع شغل لا يأتي إلا من خلال الاستثمار. والنسبة الموجودة حاليا يعني 2% 1% لا يمكن أن تؤدي إلى يعني إيجاد مواد شغل بهذه النسبة البسيطة. في هذه المسألة يتطلب هذا أنا قلت لك تطلب شيء من الاستقرار. صحيح أنه لابد من اتخاذ إجراءات اللي هي طبعا إجراءات مؤلمة، وأنا يعني لا أقول أنه هذه الإجراءات المؤلمة يجب أن تتم بمعزل، لأنه لابد من هذه الإجراءات المؤلمة أن تتبعها إجراءات اجتماعية من شأنها أن تخفف الوطأة على الطبقات المحرومة، والطبقات يعني يصبح هناك دي ميزور سيبلي، يعني هناك إجراءات تتجه بالأساس، لأنه في معضلة أساسية في تونس يعني هي تقريبا من السبعينات إلى اليوم ما يسمى بصندوق التعويض. هذا الصندوق الذي يعني يقولوا أنه من سنة إلى أخرى يتفاقم في إيجاد عجز في الميزان في ميزانية الدولة من خلال تدخل الدولة للتخفيف على الفئات الضعيفة. دعنا نتحدث على هذه النقطة والنقطة أيضا المتعلقة بالاستثمار. شمس الدين نجاز، نتحدث عن وضع اقتصادي مهترئ، نتحدث عن تناقص لقيمة الدينار في تونس، نتحدث عن زيادة في نسبة البطالة، نتحدث أيضا عن فوارق جهوية كثيرة في الاستثمار وفي التصدير وفي الاستيراد أيضا. ما هو في رأيك المخطط أو المشروع الاقتصادي الذي كان يمكن أن يتجاوز على الأقل هذه المطبات بشكل أفضل؟ هو في الحقيقة البيروقراطية، بيروقراطية الإدارة التونسية التي لا تشجع على الاستثمار، بالعكس هي تشجع على هروب المستثمرين الحاليين ناهيك عن دخول مستثمرين جدد إلى البلاد. هنالك بيروقراطية في الإدارة التونسية يعني بيروقراطية مقيتة، هي تعطل مصالح المستثمرين وتعطل مصالح كل من يريد أن يستثمر دينارا ودولارا في هذه البلاد. فالمنظومة أيضا المنظومة القانونية التونسية المتشعبة والتي تستند إلى فصول مر عليها الزمان ولا تشجع ولا تحفز المستثمرين هي كذلك ساهمت في هذا العزوف. هنالك عدد من المستثمرين التونسيين الذين فشلوا في استثمار ملياراتهم وملايين الدولارات في بلادهم بسبب تلكؤ في الإدارة التونسية وبسبب رفض الإدارات التونسية تمكينهم من رخص وتمكينهم من وثائق تمكنهم من إقامة مشاريعهم الخاصة في بلادهم. كذلك نريد الإشارة هنا إلى أن الدولة العاجزة عن حل مشكلة الفوسفات إلى حد اللحظة، العاجزة عن إعادة تصدير الفوسفات وإعادة فتح الطرق لخروج الفوسفات من المظلة ومن قفصة ليصل إلى التصدير، هذه هي الدولة العاجزة منذ نحو 7 سنوات على إعادة الأمور إلى مجاريها. هذه الدولة لا يمكن لها وليس لها مشروع اقتصادي متكامل. فالدولة العاجزة عن إعادة الأمور إلى مجاريها من خلال تطبيق القانون ومن خلال التفاوض مع المحتجين
هي دولة ليس لها مخطط تنموي وليس لها مخطط اقتصادي طيب. قادر على إيقاف نزيف النزيف طيب قادر على شمس الدين نجاز أعطيتنا هذا الفكرة. نعم الآن آخر ما قاله شمس الدين نجاز أنه الدولة فشلت في وضع مخطط اقتصادي جدير بأن يسهم في بعض التوازنات الاقتصادية التي تزيح قليلا مظاهر الفقر والبطالة في تونس. على كل حال إذا قرنا الأمر الاقتصادي بالأمر السياسي نجد أن انعكاس السياسات المتتالية على الواقع الاقتصادي واضحة الآن. ينضم إلينا دكتور محمد الحاج سالم باحث في علم الاجتماع. دكتور كيف تقرأ هذه الاحتجاجات من وجهة نظر اجتماعية؟ هل انعكاسات السياسة الاقتصادية الفاشلة هي السبب الرئيس في هذه الاحتجاجات أم أن الأمر يتعلق بظاهرة اجتماعية حديثة في تونس؟ وفي الحقيقة يعني كلا التحليلين يمكن اعتمادهما. هناك فشل في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ليس هناك منوال تنمية واضح، هذا يعني من جهة أولى لا يتناطح فيه عن زين كما يقال. والسبب الثاني كذلك هناك يعني تطور للبنية الاجتماعية لم يواكبه تطور في البنية الاقتصادية، بمعنى ما نشهده من تحضر هامشي، هذه الأحياء الهامشية التي نمت طوال العقود الفارطة نتيجة النزوح الريفي وعدم تولي الدولة تنمية تلك المناطق، تركت مهمشة، تركت يعني الحبل على الغرب، أدى إلى نزوح يعني مئات الآلاف من العائلات إلى تخوم المدن الكبيرة، ويعني شكلوا أحزمة فقر، وكان يعني النظام السياسي ربما في مرحلة ما قد اعتمد تنمية هذه المناطق ما يسمى آنذاك بمشروع إعادة تهيئة الأحياء الشعبية، لكن الأمر كان سياسيا أكثر منه يعني ذو بعد اجتماعي، بمعنى أن النظام أراد السيطرة والهيمنة والضبط الإيديولوجي والسياسي لهذه المجاميع التي تشكلت على تخوم المدن، لكن لم يقدر على أن يوفر لها ما يكفي من مصادر رزق، فيعني لاحظنا بروز الظواهر شاذة، الإجرام، المخدرات، ربما حتى الإرهاب عشش في هذه الربوع. كان هناك جهل مركب، يعني نقص معرفي، تمدرس غير كافي، تسرب مدرسي بمئات الآلاف كل عام، عدم يعني وجود بنية تحتية ثقافية، دور الثقافة خالية على عروشها، دور الشباب لم تؤدي دورها، المدارس كانت في حالة رثة، فكل هذه العوامل المجتمعة هي التي أدت فيما أدت إليه إلى ما يسميه القومة الاجتماعية، هذه يعني الانتفاضة الدولية في كل يعني حوالي 10 سنوات تحدث مثل هذه القومة. نعم قلت تحدث مثل هذه الفوضى. أستاذ كيف تقرأ شخصيا يعني من وجهة نظر عالم اجتماع ومن وجهة نظر يعني مطلع، كيف تقرأ احتجاج بخصوص ارتفاع الأسعار ينحو نحو بعض الأفعال التي لا تخدم في النهاية هذا الاحتجاج، فحرق المؤسسات العمومية، حرق السيارات، وحرق حتى الأشجار، هل يعبر هذا فعلا على الاستياء من الزيادات في الأسعار وهل يخدم المطالب؟ هو في الحقيقة يمكن اعتبار أنه هذه تعلة العلاقة يعني مبتورة والعلاقة مشوهة إن لم أكن مفقودة بين هذه الشبيبة التي يعني سدت أمامها كل المنافذ وليس لها يعني أي منفذ، لا للمعرفة العالمة ولا للثقافة ولا حتى للتعليم ولا لسوق الشغل، هي
كعلة، هي يعني ربما نزعة إجرامية تأصلت في 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 بعض الأحياء الشعبية في المدن التونسية، ووجدت لها متنفسا في اتخاذ مثل هذه التعلة كي تخرب وتسرق. يعني هذا الشباب هو نفسه الذي نجده يتولى الحرقة، بمعنى تلك الهجرة السرية، ليس لديه ما يخسره، رغم أنه يعرف أنه في 90% من الحالات سوف يأكل سمك يعني في البحر المتوسط. هذا الشباب هو الذي يغذي صفوف الإرهاب، صفوف يعني الحركات المتطرفة، صفوف المنحرفين، ويعني الجريمة المنظمة. في الحقيقة في انعدام كل أفق مستقبلي لدى هذه الشبيبة، لا يكون التعبير إلا عنيفا، خاصة وأن هذه الفئة ليس لها من يعبر عنها سياسيا. يعني كل الناس تتحدث عنهم وهم لا يتحدثون عن أنفسهم، لأنهم فاقدون لكل لغة تواصل مع الدولة، وبالتالي الخطاب الوحيد هو خطاب العنف. فالظاهرة هي ظاهرة يعني مركبة، هي ظاهرة إجرامية من ناحية، ولها أسبابها الموضوعية، لكنها كذلك لها محرضاتها السياسية. فشل المنوال التنموي وعدم إنصات الطبقة السياسية لهذه الفئة الشبابية المهمشة والمقصات والمبعدة والفاقدة لكل أمل، يعني يجعل منها ظاهرة ملتهبة في كل مرة تجد فرصة للتخريب والنهب. شوف أنت يعني مثلا أهم يعني المؤسسات التي تم حرقها ومهاجمتها، إما هي تعبير عن سيادة الدولة، هذه الدولة التي لم تسمع لأبنائها، وهي مركز الأمن خاصة والمعتمديات والبلديات، ثم ثانيا البنوك والقبضات المالية، وكأنه يعني كل الحقد مصبوب على يعني هذين الرمزين، رمز الاقتصاد الفاشل الذي لم يدمج هذه الفئة، ورمز السلطة السياسية التي لا تتولى، لا يعرف من يعني هذا الشاب. شكرا محمد الحاج سالم، شكرا على هذه القراءات وعلى هذه التوضيحات. عودة إلى جنات بن عبد الله. جنات بن عبد الله، كنا نتحدث بشأن هؤلاء الشباب الذين شاركوا في هذه الاحتجاجات. كل هذه الطوائف التي شاركت في هذه الاحتجاجات عمدت في كثير من الأحيان إلى تخريب بعض الممتلكات العمومية وحرق الأشجار. لماذا أستاذة لما يكون هناك مشروع اقتصادي ناجح لا يشمل حتى هؤلاء أيضا بنجاحه؟ إذا كان هناك مخطط اقتصادي فاشل فهم الذين يدفعون الثمن، وإذا كان هناك مخطط اقتصادي ناجح فهم يدفعون الثمن أيضا، لأنهم لا يستفيدون من هذا المخطط الاقتصادي الناجح بين قوسين. كيف تفسرين هذه الظاهرة اقتصاديا وسياسيا؟ نعم، هؤلاء هم ضحايا الخيارات والتوجهات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وهم أيضا ضحايا تهميش الدولة لهم بسبب اتباع هذه الدولة لسياسة التقشف وسياسة شح المنابع التي تصل إلى حد يعني عدم توفير حق التعليم لهؤلاء، عدم توفير الحق في العمل، الحق في الصحة. أي هؤلاء قد سلبوا جميع حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. أنا لا 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 أحاول تبرير ما فعلوا، وليس هناك يعني أي خيط رابط بين الاحتجاجات والتخريب، ولكن لابد أن نشير اليوم وأن نتعامل مع هذه الظاهرة التي أصبحت يعني دورية وموسمية، أن هؤلاء هم أبناء الشعب التونسي. هؤلاء لم تصل لهم لا التعليم ولا الصحة ولا المرافق العمومية. أستاذة جنات تتحدثين وكأن الأمر خيار بالنسبة للدولة التي حرمتهم من هذه الحقوق الاقتصادية. هل كان خيار أم أن مجبر أخاك على بطل؟ لا،
هي خيارات ممنهجة، والسلطة السياسية واعية كامل الوعي بالنتائج وتداعيات هذه السياسات، ولكنها تريد تجاهل الأمر. يعني مثال بسيط، ماذا تنتظر من شباب حرموا من حقهم في التعليم بسبب عدم توفر اعتمادات تخصص لوزارة التربية، وعدم توفر هذه الاعتمادات بسبب شح موارد الدولة والركود الاقتصادي، حيث أن ميزانية الدولة 70% منها تأتي من الجباية، وطالما أن هناك ركود وتجارة مواسع واقتصاد موازي تشح منابع وموارد الدولة. وصندوق النقد الدولي، وصندوق النقد الدولي أيضا، صندوق النقد الدولي لديك في مسألته تحليل وقراءة أستاذة جنات. نعم، بالنسبة لصندوق النقد الدولي، هذه الحكومة يعني مثل النظام السابق والحكام الحكومات المتعاقبة، وقد أشرت في البداية أنه تم تكريس وبإرادة سياسية ووعي سياسي تكريس منوال التنمية والخيارات الاقتصادية والمالية. صندوق النقد الدولي توجه ليبرالي، والبعد الاجتماعي والتكلفة الاجتماعية لا تعنيه في شيء، وتعمل على هذه الدول على قمع هذه الاحتجاجات وقمع الحقوق هذه يعني الفئات الاجتماعية. ضيفك في الاستوديو تعرض إلى مسألة الدعم، وماذا قال؟ قال أن مسألة الدعم معضلة كبيرة في تونس. سيد الكريم، ميزانية الدولة قيمتها 35 مليار دينار. ماذا تمثل صندوق النقد؟ ماذا يمثل يعني الدعم؟ 3500 أو 3450 مليون 3450 مليون دينار. تعلمون أن الامتيازات التي تدفعها ميزانية الدولة من جيوبنا، من جيوب المواطن التونسي لفائدة الشركات غير المقيمة، يعني قيمها صندوق البنك الدولي ب 1000 مليار دولار، أي 2.5 مليار دينار. هذه الاعتمادات توجه إلى هذه الشركات التي تصدر منتوجها بدون أن يطالبها أحد باسترجاع مداخيل صادراتها، أي أن نعم. قانون الصرف يعفيها نعم. من هذه المداخيل. شكرا أستاذة جنات بن عبد الله على مشاركتك في هذا الموعد المشهد، ونلقاك خلال مواعيدنا اللاحقة إن شاء الله. أستاذ أحمد بن عمر، كنا نتحدث بشأن المخططات الاقتصادية ومدى تهميش الكثير من الفئات، تحدثت عن الدعم، قالت الأستاذة جنات بأن الدعم لا يمثل في الحقيقة شيئا يذكر أمام الوقع الاقتصادي للمخططات الاقتصادية بين قوسين التي لم تؤتي أكلها. أنا أتحفظ على الرقم الذي قدمت، على كل حال ليس لي رقم الآن أمامي، ولكن عندما تحدثت عن قضية الدعم يعني هناك معناها تدخل من الدولة في عدة مواد. في الحقيقة المواد التي وقعت يعني وقع تحويرها في إطار الميزانية الجديدة هي تتعلق بالمواد البترولية، ولم تتعلق بالمواد الأساسية، وتتعلق بالسكر تقريبا. هذه تقريبا المادتين اللذين يعني أدخلت الميزانية تحوير أخير عليهما. المواد الأخرى الأساسية، المواد الغذائية، المواد التي تتعلق بدعم في 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 قضية شو اسمه النقل وغيره، يعني لم يقع المس بها. أنا أريد أن أضيف شيء، الحقيقة أنا أتحفظ على بعض الأشياء التي قيلت، ولكن أريد أن أضيف شيء هام. المشكل اليوم بقطع النظر عن المنوال التنموي، المشكل اليوم هو أنه حالة نقر بها جميعا من الفساد الذي استشرى، وبالتالي الشباب أصبح ينظر إلى الحياة بنوع من العبثية إذا صح، يعني ومن نوع من اللامبالاة، بحيث أصبحت قيمة العمل لدى الشاب التونسي لا معنى لها. يعني هو يريد أن يحصل على مورد بدون أي كلفة وبأي دون أي جهد، والاغتناء بأسرع وقت ممكن، وهذا بأسرع وقت ممكن، وهذه مشكلة أساسية تعود بالأساس
إلى الوضع العام، ولكن تعود بالخاصة إلى المنهاج التربوي. المنهاج التربوي الذي أعطى أوهام، والذي لابد من مراجعته، أعطى أوهام لهؤلاء الشباب وربما حتى على بعض أن النماذج الاقتصادية دون العودة طبعاً إلى النموذج التربوي. يعني نماذج اقتصادية طبعاً، يعني هو أعطى في الحقيقة أوهام إلى أنه عند التخرج سيجد الشاب معناها أيدي تحت ظله وشغلا موجودا. هذا ومن يكفل هذا؟ يكفل الدولة في هذا الأمر. يعني الوظيفة العمومية، الوظيفة العمومية تشكو من تضخم كبير وعدد من المؤسسات. كل هذه أستاذ أحمد بن عمر، كل هذه مؤسسات عمومية أسباب تشكو، نعم أسباب يعزها الجميع لهذه الاحتجاجات. ولكن هناك أيضا سبب آخر، هناك أيضا سبب آخر أستاذ أحمد، سوف يفسره الأستاذ عبد الناصر العويني، قيادي في الجبهة الشعبية، المتهمة أساسا من قبل النظام بوضع الزيت على البنزين كما يقال، أو البنزين على النار من أجل هذه. أستاذ عبد الناصر العويني نرحب بك ونقول أنتم يعني بين قوسين حسب الكثير من التصريحات في الجبهة الشعبية من بين الأسباب الكبرى لتضخم هذه الاحتجاجات وما وقع من ورائها. لا في الحقيقة هو لم تتضخم بعد، يعني هي احتجاجات ما زالت محصورة في المكان والزمان، لم ترتقي إلى مستوى معنى الاحتجاج الاجتماعي أو الاحتجاج الشعبي الضخم الكبير. نعم يعني في معد ذلك هذه مسألة التهم، هذه مسألة يعني طريقة سمجة في رمي فشل الحكام على الآخرين على المعارضة. يعني نحن حينما لو اعتبرونا معارضة ماذا يريدون أن نفعل؟ يعني هم يفشلون ونحن نصفق؟ هؤلاء قالوا سنحكم ولنا ما يكفي خمسة حكومات وسنفتح في الحملات الانتخابية، باعوا الأوهام الانتخابية للجمهور الانتخابي كما يشاءون وصعدوا بالانتخابات وبالديمقراطية ثم لم يوفوا بوعودهم. هل سنترك نحن كجبهة الشعبية في أقوى فرصة لفشل أو لإثبات فشل سياسات هذه الحكومة، خاصة وأنه قدمنا يعني العديد من المقترحات والتي تم رفضها، مقترحات يعني بناء تم رفضها بمجرد حصول الأغلبية البرلمانية، ماذا يريدون أن نفعل؟ يعني نبقى مكتفين؟ نعم في هذا السياق عبد الناصر، أستاذ عبد الناصر في هذا السياق كيف تقرأ تصريح شاهد بأن الأمر يتعلق بآخر سنة صعبة بالنسبة للاقتصاد التونسي وبالنسبة للمواطن التونسي وبالنسبة للمخطط الاقتصادي العام التونسي أيضا؟ ليس صحيحا هذا كلام، هذا كلام التسويق الإعلامي. ضيفكم المبجل يعني وضع إصبعه على العديد من المواطن الداء، وضيفتكم أيضا سابقة يعني أيضا يعني أنت تأخذ هذا التصريح على أساس أنه إرجاء انتخابي أو إرجاء كلامي أو بيع أوهام؟ التسويق الإعلامي لتمرير هذه الإجراءات غير الشعبية، هذا للتسويق الإعلامي. هذا يا أخي نحن مواطنون تونسيون نعيش مع التونسيين يوما ويوميا ولسنا أثرياء، نحن من الطبقة الوسطى المستهدفة الرئيسية بهذه الإجراءات. المقدرة الشرائية للمواطن التونسي انهارت انهيارا تاما، وضعية الطبقة الوسطى التي كانت السلطة تعتبرها صمام أمان للسلم الاجتماعي والاستقرار الاجتماعي أصبحت انحدار حاد، هذا يهدد وضع الاستقرار الاجتماعي في تونس. حينما يقولون أن الجبهة هي السبب وتصب الزيت على النار، هذا كله غير صحيح. نحن لنا يعني برنامج واضح ولنا وجهة واضحة وشعارات مرفوعة يعني في كل مراحل النضال وفي كل المحطات السياسية. لم نبدل لغتنا، لم ندخل في التحالف الحاكم، لم نصفق له، لم نمضي على وثيقة كرتاج، وقلنا ودائما نقول وكانوا يتهموننا بأننا عدنيين لأن هذه البرامج ستؤدي إلى الفشل الذريع وستؤدي إلى انفجار اجتماعي. هل كانت هناك باختصار أستاذ عبد الناصر هل كانت هناك باختصار يعني آراء مختلفة، حلول منهجية من قبلكم لإيرادها بعجالة؟ أنا سأعطيك يعني حلين تم تقديمهما. الحل الأول هو مناقشة الديون، نيغوسياسيون دي ديت. قلنا نذهب نحن في برنامج الجبهة رقعين الأقصى
قلنا لابد ان هذوما ليدات الديور الكريهه التي اخذها نظام بن علي على حساب الفساد والديكتاتوريه ليمول بها نظامه لابد وان لا نقبلها وان لا نثقل على الشعب التونسي مثل ما حدث مع عديد التجارب كالارجنتين. في الحد الادنى سيدي الكريم نناقش ديوننا، يعني يعطونا مهله 3 سنوات لكي لا ندفع خدمه الدين، يمهلون 3 سنوات لانعاش اقتصادنا لتمكيننا من اعاده عجله الانتاج فقط. لا يريدون من يحكمون تونس لا يريدون التفاوض حول الديون، لانه المنتفعون من الديون هي الناس التي كانت حول بن علي وهي الناس الان ايضا حول منظومه الحكم. شكرا. الديون يعني تاخذ اكثر من ثلث الميزانيه. شكرا استاذ عبد الناصر العويني، وصلت فكرتك. استاذ احمد بن عمر، كنا نتكلم عن مشروع مقترح، قال نجدول هذا الديون نضعوها على الاقل كخطوه لتنظيم السوق لتنظيم الاقتصاد. طبعا يعني هذا من الاشياء ومن الاجراءات المطلوبه في الحقيقه، ولكن هل كان الدعوه اثناء عبورها هل كان للنهضه اثناء عبورها يعني تصور هو هو في هذا الاتجاه؟ هو هذه الاطراف مهما كانت خلتها تعبر، هي هذه الاطراف اوقفتها ووضعت كل العراقيل امامها، فلا تقدر لا تؤخر ولا تتقدم يعني ولا تفعل شيء، بل هناك عديد من المشاريع التي اقرت فهمتني وارصدت لها ميزانيات في ذلك الوقت ولم تفعل بسبب البيروقراطية التي ذكرها المتدخل من تونس، وبسبب كذلك العقبات التي أحدثت من أجل إفشال تلك التجربة الترويكا إذا صح ما ذكره المتدخل الأخير. في الحقيقة وما تطرحه الجبهة بصفة عامة في قضية الديون، هذا لا يمكن أن يطبق لأن هذه مصداقية الدولة. يمكن أن نطلب ريشورمان يعني معالجة أو إعادة جدولة هذه الديون بشكل أو بآخر، ولا يمكن أن نمحوها. ولهم في اليونان تجربة، اليونان أليكسيس تسيباريس اللي هو من اليسار وصديق للجبهة أو صديق لليسار التونسي إذا صح، وحمل أمام استقبله هذا الوزير الأول اليوناني، ماذا فعله؟ هو جاء عن طريق المظاهرات التي تطالب بمثل هذه المطالب، جملة مطالب أخرى، ولكن من جملتها إيقاف استرجاع هذه الديون. في الأخير ماذا فعل؟ هو نفسه أصبح يقمع المظاهرات التي كان مضطرا إلى اتخاذ هذه الإجراءات، وإلا ستوقف الدول الأوروبية، واليونان ليست دولة هينة ووقفت معها أوروبا الدول الأوروبية لمساندتها في هذا الأمر، فما بالك بحال تونس الذي الإنتاج واقف، نعم، الاستثمار واقف، التصدير واقف، معناها كل ما يمكن من استثمار يعني وقع تعطيله بشكل أو بآخر، وهي تحرص على أن تلجأ إلى الخارج وإلى المديونية. طبعا هناك نوع من المبالغة ربما في هذا الأمر إلى حد ما، لانه في الحقيقه لا نجد الاستقرار الكافي. نعم، هناك خطوات استاذ ونحن بن عمر، ونحن هناك خطوات انتاجيه جميله. نعم، نحن وعدنا كما وعد شركاؤنا، نحن لسنا وحدنا في الحكم، هناك شركاء لنا، هناك النداء، وهناك حزب اخر الذي يسمى الوطني الحر، وكان معنا افاق الى حد ما، كان وضع ساق هنا وساق هناك، في الاخير اختار ان يذهب رغم ان وزراءه بقيوا في الحكومه. لابد من هؤلاء كذلك أن يجيبوا عن هذه الأسئلة وعلى هذه الوعود، ولا يجب أن يظهروا شيء من الحماسة، ليست النهضة المعنية فقط للإجابة على هذه الأزمة التي نعيشها والتي نقر بأنها صعبة، وأن هناك أوضاع متأزمة في البلاد. كانت ليبيا في وقت من الأوقات يعني تخفف عبء هذه الأزمة بالنسبة لأهالي الجنوب من ناحية التصدير ومن ناحية الشغل إلى آخره، ولكن مع هذا الأمر يعني الوضع صعب، ما في ذلك شك. شكرا للأستاذ أحمد بن عمر، يداهمنا الوقت. يلتحق بنا سليمان رويسي، جمعية الدفاع عن المستهلك في تونس. لماذا يدفع المستهلك كل هذه الضريبة وكل هذه الفوضى يا رويسي؟ شكرا اخي سليمان الرويسي، رئيس جمعيه المواطنه والدفاع عن المهمشين. في حقيقه الامر غلاء فاحش في الاسعار غير ممنهج، اذلال للمواطن التونسي. كنا نعتقد بعد غياب بن علي
نتعاون والله سيكون افضل. الوضع أسوأ لاننا مش موجودين في تونس قيادات سياسيه قادره ترتقي وتنهض بالواقع. البلاد في المديونيه، ما فيش بديل اخر غير المديونيه. وقع ضرب امكانيه معناها الانتاج. علاوه على ذلك الكثير من المؤسسات والمعامل اغلقت. وقع تهريب راس المال الوطني الى الدول الزوار. اذا الوضع كارثي في تونس. علاوه على ذلك الموجودين في السلطه لا يرغبون في تحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الازمه التي تمر بها البلاد. اضافه الى ذلك العوض يمارسون التهدئه والبحث عن الحلول وكشف حقيقه الامور من الشعب التونسي يتهربون. انا نعتقد مش موجود في تونس سلطه وطنيه تعبر عن اراده الجماهير. الموجودين في السلطه وكلاء استعمار يجسدون قرارات الصناديق المديونيه، الصناديق التي تمكنهم من القروض المقرضه، يجسدون سياساتها على حساب مصلحه الوطن. وصلت وصلت فكرتك الأستاذ سليمان الرويسي. شكرا على مشاركتك. شكرا الأستاذ أحمد بن عمر على تلبية الدعوة، نلقاك خلال مواعيدنا اللاحقة. نشكر أيضا الأستاذ شمس الدين نجاز الصحفي الذي رافقنا في هذا الموعد. شكرا لكم مشاهدينا في كل مكان، شكرا على متابعتكم، إلى اللقاء.